حملي فيك خوفني، كان بدون زواج. مين الأب؟ بصراحة ما كان حدا مهم، كانت لحظة طيش. ولما عرفت إني أنا حامل كنت بعرف ومتأكدة إنه الولد مو من زوجي. خفت بوقتها، حسيت بالعجز. ودوكاس ساعدني إنه ما يبين حملي وإنه أولد بأسنة، حتى وعدني إنه يعطي ابني، يعني أنت، لعيلة منيحة ومقتدرة ما عندهم ولد. وعدني إنه ما رح أعرف عنها شيء أبدا، وما كنت بعرف عن جد، ما بعرف. وكيف وصلت لهون أنا؟ دوكاس اتفق مع ديموس زويتوس بس تصير بعمر سنة إنه يجيبك لهون وهو يصير مدير أعماله. هو بحياته ما حكالي عن هذا الشيء ولا عندي أي علم. عرفت هلأ ليش أنا كنت ضد علاقتك مع بينيلوبي. بينيلوبي قصة غريبة وما بتتصدق، بس صدقني هذا اللي صار، هاي الحقيقة. روحي، تركيني بحالي وروحي، روحي. تأكد أنا حاسة فيك، بس نحن لازم نقرر أنا وياك شو بدنا نعمل. قلتي اللي بدك تقولي يا مدام روسو، طلعي من هون هلأ.